عليكم ورحمة الله وبركاته. هلا والله ومسهلا وحياكم الله فيديو جديد معي انا عبدالله الغفيص، واليوم بتكلم عن تجربتي لسماعة هواوي الجديدة اللي هي هواوي فريليس، واللي بالمناسبة بتكون جائزة لواحد من اصدقائنا على اليوتيوب، والتفاصيل بتحصلونها بهذا الفيديو. طيب السماعة هذه اعلنت عنها هواوي في مؤتمر اطلاق الهواوي P30، والان توفرت بشكل رسمي للاسواق. وطبعا اول ما تمسك السماعة بتلاحظ انها مصنوعة من السيليكون، وكذلك في عندك المعدن من ناحية الازرار او الاطراف هذه، وكذلك وزنها خفيف في وزن 27 جرام. ومن تجربة سريعة للسماعة ووضعها حول الرقبة وعلى الأذن، فما واجهت معها أي مشاكل أو منها أي مشاكل أو حسيت أنها مزعجة، بالعكس مريحة خاصة وزنها الخفيف. وعندك طبعا أزرار التحكم الرفع وخفض الصوت، وكذلك عندك هنا إضاءة LED، وطبعا تدعم النقر المزدوج للتحكم بالموسيقى، وعند الضغط المطول الثانيتين بيشغل لك المساعد الشخصي. كذلك فيها مغناطيس لربط السماعتين مع بعض، ولما تربطها بالشكل هذا تدخل السماعة بوضع السكون بشكل تلقائي عشان تحافظ على الطاقة، ومجرد انك تفصلها بترجع تشتغل من جديد بشكل طبيعي. والسماعة تدعم الربط السريع من خلال تقنية الهاي بير لأجهزة هواوي، وهذه الأجهزة هواوي اللي تعمل مع واجهة الاي ام يو اي 9.1، ولكن تقدر تربطها على اي هاتف او جهاز عندك من خلال البلوتوث، واللي بالمناسبة عندنا بالسماعة يحمل اصدار 5.0 حتى تقدر تربطها مع الايفون. لكن لو كان عندك هواوي بيكون التحكم فيها افضل، او خيارات التحكم بالصوت اكثر من ناحية الامكانيات الموجودة بعكس باقي الهواتف. كذلك من المميزات اللي فيها هو دعم الشحن السريع، فبخمس دقائق شحن بتعطيك 4 ساعات، اما الشحنة الكاملة للبطارية بتعطيك 18 ساعة استخدام متواصل، ولو انت شخص والله بتستخدمها للمكالمات فبتجلس معاك 13 ساعة. وكذلك من المميزات الجميلة انها تيجي بمنفذ التايب سي، وهذا يعني انك لو ربطتها باي جوال عندك بتشحن السماعة بشكل مباشر من جوالك. هذه صراحة ميزة رهيبة، فلو انت والله طالع ومثلا ما معك باور بانك ولا عندك فيش وخلص والله شحن السماعة، افصل واشبك بجوالك اللي فيه منفذ التايب سي وبتشحن السماعة بشكل مباشر. وكذلك السماعة تدعم معيار المقاومة الاي بي اكس 5، وهذا يعني انها بتكون مناسبة للرياضة، خاصة انها بتكون مقاومة للتعرق، ومن ناحية الثبات على الاذن فهي ممتازة، لكن هنا النقطة بتختلف من شخص لشخص حسب شكل الاذن، لكن بشكل عام الثبات ممتاز. ولو بتكلم لك عن تجربتي بشكل سريع، فالصوت ممتاز من ناحية الجودة، سواء لمشاهدة الأفلام أو سماع الموسيقى، وكذلك المكالمات أشوف أن الصوت جيد، وفيها عزل للصوت بالمكالمات، لكن مو ذاك العزل الخرافي، عزل جيد على هذا النوع من السماعات. والسماعة طبعا تتوفر ب4 ألوان، اللي هي الأسود الموجود معنا، وكذلك الأخضر والبرتقالي والأبيض، وسعرها 249 ريال، وبحط لكم روابط الشراء بوصف الفيديو. طيب الآن بنجي لحاجة مهمة، مثل ما ذكرت لكم أن السماعة هذه بتكون هدية لأحد أصدقائنا على اليوتيوب، والشروط طبعا سهلة جدا، بتحصل أو انزل الوصف الفيديو بتحصل رابط مكتوب عليه شكرا لأنك وصلت لهذا الجزء من الفيديو، في رابط المسابقة اضغط عليه وشارك وفالكم التوفيق. طبعا ليش احنا سوينا الحاجة هذه؟ لأنه اكتشفنا أنه في ناس أو في حسابات وهمية جالسة تشارك بالمسابقات، تسوي بحث عن طريق جوجل أو اليوتيوب وبس تحصل كلمة مسابقة، تروح وتشترك بهذه الحسابات الوهمية، وهم مو الهدف عندنا، الهدف أنه نفيد المتابعين أو خلينا نقول أصدقاء نيوتك. وكالعادة لا تنسون الاشتراك واللايك، وتعطوني رأيكم عن السماعة بالتعليقات، وإذا في والله سماعة ثانية أنتم جربها أو سماعة منافسة من ناحية السعر أو المميزات وتقدم نفس الإمكانيات برضو اذكرها لنا، وممكن ان شاء الله انه نجربها او انك تفيد غيرك من الناس اللي يبحثون عن هذه السماعات. شكرا لكم على المتابعة، واشوفكم في فيديو جاي، والسلام عليكم.